كنمشي كنبيع يخصم الله نمشي بحال كنجيبني بحال بالسبت والحد. لا بنتي وحشومه ما رضيت كنبيع شويه اللي بغاو يعطيني شي حاجه كنشدها اللي عطوني شي حاجه كنشدها كنشدها السعاده بنتي. انا القصه ديال القديم كان سلح وكان قرش الصوفه وكان ندير المشنج وكان انا ندير الخاميات العلوصات البلاويح كلشي. دابا بنتي بعد الحال كاين والو اللي ما عندها مسكينه ياكل كيبقى في الجوع ما عندها المناخ كيبقى في الجوع ما عندها الخدامه ما كالراجل ولا ولد كيبقى في الجوع. ايوا اش غندير كبنتي اللي قسم الله. ومن بعد بنتي مريضه بالسرطان كانت تبع في الرباط كنمشي في الحاجه اللي كاينه في الجيسان. دابا ضربت من السويسي واحد رجل كيضريني 20 سنة اللي عندي السرطان الحمد لله بنتي انا الحمد لله غير واحد رجل دابا كيضريني مازال ما لقيت اللي يضريني ولا في شي الاشعاع ولا في السيميو. والله يعز المحسنين الله يعز سيدنا والله يحفظكم الله يجيبكم تيسين. وكان بها بنتي كان نجي كان اكل شويه وكان الكب في السبيطار وكان كان بيع في الديكوراتا 400 ريال كان بيعها تا الربيعه تا 400 وهذا الصغيرات ديال السوارت 5 دراهم العقيق العقيق 5 دراهم. ايوا كان عيشه بنتي كان الكب شويه في السبيطار وكان شري الدواء وكان لا ما كان سعى بنتي اللي كان بيع السعايا لا ما رضيت كنمشي كنبيع اللي قسم الله نمشي بحال كنجيبني بحال بالسبت والحد كنبيع شويه اللي بغاو يعطيني شي حاجه كنشدها اللي عطوني شي حاجه كنشدها كنشدها السعايا لا بنتي لا هاي لا بنتي عندي غير واحد خويا كاين في عين لوحي واحد اختي كاينه في الزوجي بلا صافي اللي عندي هادشي. الراجلي مات الراجلي مات اي هي شي 40 سنة ولا 45 سنة وهلي عاد اللي مريض 20 سنة دابا عاد الرجل 40 سنة 20 سنة الوليدات غير البنت غير واحد البنت اللي عندي بنتي كبيرة نيت 40 ولا 41 اللي مات الرجل وخلوني مزاد عندها 5 سنين من السن هي كندافعها وكان نخدم في القهوية بنتي وكان قرش الصوفة وكان حطب وكان إوا اللي مريض غالب الله كان بيها غير نصرت غير الماكلة كنجي السبت والحد إوا كل نهار 2000 ريال 1500 يعني شي نهار ما كانش والو ما كان في والو الناس ما اللي كاينه في الكولي لا ما كاين والو اللي داز المرض ما كاين الناس اللي كيشري ولا اللي كيبيع اللي كيشري ما كاينش كيجي الناس بعيد طر بيضاء والرباط ومكناس وفاس وبني ملال كيشري كيعطيك وكيشري دابا ما كاين والو عيال وقت وضعيف الحال ما كاين والو. إيوا الله يحفظها بنتي الله ينصر سيدنا وينصر الناس اللي كيقراو ينصر الدراري يعطيوها النجاح ان شاء الله